إلى الأرصاد، بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود غدا طقس حار على الوجه البحري والقاهرة حتى جنوب البلاد نهارا، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. بتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة. تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة بتنشط غربا. هذا وبكرة تحت تأثير موجة شديدة الحرارة، واضح حتى حضرتك هو إن درجة الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي ليها خلال هذا الوقت من العام، يمكن بحوالي 10-11 درجة مئوية. هذه الموجة هتستمر معنا النهاردة وبكرة، وإن شاء الله من يوم الخميس هتنكسر هذه الموجة بانخفاض 15 درجة مئوية. هيصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة ليوم الخميس والجمعة، وهذا النشاط من الرياح يؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق وإلى اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية. سرعان ما تتكاثر السحب الممطرة على شمال الجمهورية، يصاحبها سقوط الأمطار في المقام الأول على المدن الساحلية محافظات الوجه البحري، وأمطار خفيفة على القاهرة اعتبارا من مساء السبت والأحد إن شاء الله. الشتاء انتهى من زمان، احنا دلوقتي في فصل الربيع. فصل الربيع بينقلنا من برودة الشتاء لحر الصيف. دي فصل الربيع، فصل انتقالي بتشهد في البلاد تقلبات جوية حادة وسريعة ما بين ارتفاع وانخفاض ونشاط الرياح، وده اللي متوقع خلال الفترة القادمة. اعتبارا من مساء الجمعة السبت الحد ارتداء الملابس الثقيلة، لأن درجات الحرارة هيحدث فيها انخفاض ملحوظ، وهنعود مرة أخرى للأجواء الشتوية. ثانيا الابتعاد عن كافة الأنشطة البحرية خاصة فوق مسطح البحر المتوسط نظرا لارتفاع الأمواج عليه، القيادة بهدوء على الطرق نظرا لنشاط الرياح اللي بدوره بيسبب خطورة وانخفاض الرؤية على الطرق الصحراوية.